المرجعية الدينية حصن الأمة الإسلامية. ومن كان الحظ معه على ميعاد إذ ربط اسمه بالفتوى عن الشهداء والجرحى والمتطوعين. كان خطرا استراتيجيا كبيرا، كان لابد من صوت سماوي يحاكي طموحات وتطلعات المظلومين والمضطهدين. هذا يعني أن العتبة العباسية موفقة ومستمرة بالتوفيق. أكثر من 22 بحث، أكثر من 16 بحث تم قبولها. في كل عام تكون هناك مشاركة من الجامعات المختلفة. كان هنالك مسابقتين، المسابقة الأولى للشعر العمودي، مسابقة الفيلم القصير. هذه الموسوعة طبعاً تبناها المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف. أصدقائي الشهداء يعني كانوا معي في المدرسة، وعندما أمر وأجد صورهم على أعمدة الكهرباء يعني هو هذا كان المحفز الذي جعلني أكتب هذه القصيدة. أبو محمد رضا أعلنوا أصبحنا فدائيين لجل العرض، لجل الوطن، لجل الدين. نؤمن في العتبة العباسية المقدسة بأهمية التدوين، ونخشى من اللا تدوين مثل ما نخشى من التدوين المضاد. لذلك سماحة السيد المتولي الشرعي على العتبة العباسية المقدسة يخشى كثيرا من أن يترك المجال لتدوين جهات معينة ستدخل فيها الأمزجة والأهواء والأيديولوجيات، وبالتالي ستحرف الحقيقة. دابت العتبة العباسية المقدسة على إحياء هذه الذكرى المباركة الخالدة، لإحياء الروح المعنوية لدى الشعب العراقي بشكل عام والمجاهدين بشكل خاص ومقاتلي الحشد الشعبي. مهرجان فتوى الدفاع عن الكفاية المقدس بدولته السابعة الذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة. هذه البطولات وهذه المنجزات تحتاج إلى واجب ومسؤولية أخرى، وهذا الواجب والمسؤولية الأخرى لا تقل أهمية عن أصل الدفاع والاستجابة. هو بالتأكيد مشروع سماحة المتولي الشرعي دام عزه وبمباركة المرجعية في هكذا أحداث جسام، لا بد من التوثيق ثم التدوين ثم التوثيق ثم التدوين ثم التوثيق إلى قطع النفس، مهم جداً. جلسات البحوث تركزت، وأولا تم تبنيها من قبل جمعية العميد الفكرية والعلمية أكثر من 22 بحث وصل إلى الجمعية وفق محاور عدت مسبقا، أكثر من 16 بحث تم قبولها. جمعية العميد العلمية والفكرية بدأت مشاركات الجمعية بمؤتمرات علمية وورش علمية. كان لي الشرف في أن أقدم ملخص بحثي، شاركت بملخص بحث للافتتاح، بحث الافتتاح للمهرجان تحت عنوان الجهاد الدفاعي عند السيدين، سيد المجاهد قدس سره الشريف والسيد السيستاني دام ظله الشريف، منعطفان الجهاد الدفاعي عند العلمين، منعطفان تاريخيان في تاريخ المرجعية الدينية. توزع بحوث المؤتمر على محاور مختلفة تتناول الجوانب الأخلاقية والجوانب الاجتماعية والجوانب النفسية، تتناول الجوانب أيضاً الفقهية والعقدية. كذلك هناك ورشة علمية تقام في اليوم الأول مساءً. نسعى إلى أن ندون كل أصناف التدوين، ومن التدوين الشعر والأجناس الأدبية الأخرى. نحن هنا في هذه المسابقة أردنا أن ندون أيضاً أنبر الشعراء والأدباء ليتنافسوا في إعطاء تلك اللحظة. هذه السنة في مهرجان فتوى الدفاع المقدس بنسخته السابعة كان هنالك مسابقتين، المسابقة الأولى للشعر العمودي، تنوعوا المشاركين بين العراق من الداخل ومن لبنان ومن البحرين والسعودية، إذن هنالك مشاركة كانت دولية ومشاركة محلية
داخل هذه المسابقة. لنا كشعراء الشرف الكبير أن نشارك في هذه المبادرات المميزة التي قامت بها العتبة. وما مهرجان فتوى الدفاع المقدسة إلا واحد من هذه المهرجانات المميزة التي لنا الشرف أن نكون فيها لنسطر ونخلد رموز النصر والتحرير، أبطال الحشد الشعبي المقدس. لم نندمل وجمال الصبر ينكأنا حلما، ولا باشتباه الريح ننكسر. إذا تعملق ضب الليل يرصده غيظ الصقور، فلا يغنيه مستتر. قد من الله علي من بركات أبو الفضل العباس أن شاركت للسنة الثانية على التوالي في هذا المسابقة، وفزت بها مع مجموعة طيبين من الشعراء. هذا التراث وهذه التضحيات التي قدمها الشهداء في هذه الملاحم البطولية كان من الضروري أن تؤرشف وأن توثق في موسوعات وفي دراسات، والفن هو سيد من يؤرشف وسيد من يحفظ البطولات عبر التاريخ، البطولات وحتى ملحمة كربلاء نحن وصلتنا عبر الشعر وعبر قصائد دعب الخزاعي والكوميت وغيره. فللشعر دور كبير والفن بشكل عام دور واسع ودور أكبر في حفظ هذا التراث وهذه العطاءات. تدري صمت فقال الناس لا تدري، لم يقرأوا صحوة المعنى على الثغر، وكنت بحرا سماويا ندى سمحا، وقولك الفصل كالمرجان في القعر جف الغمام. أن تشارك مشاركة أولى بحدث مهم وكبير مثل فتوى الدفاع الكفائي وتفوز في هذه المسابقة فهذا شيء كبير وفخر، يعني أفتخر به ما حييت، لأن توثيق مثل هذا الحدث الكبير شعرا هو شيء يعني أعتبره توفيقا من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على هذه النعمة بأن أكون مشاركا وفائزا في هذه المسابقة المهمة. لبوا وهبوا وصبوا محو غضبتهم على تجاويف ليل الشك ذات نقى، فانداح ضوء سماوي لذاكرة من النهارات تهدي عمينا حدقا. انبرت العتبة العباسية المقدسة بجميع مفاصلها ومن شاركها من الخارج في محاولة التدوين، فكانت موسوعة الدفاع الكفائي الفريدة في هذا الزمن. واليوم كذلك شهدنا إزاحة الستار عن موسوعة شهداء سبايكر. نتحدث عن موسوعات الغاية منها التدوين، تدوين تلك اللحظة الفارقة من عمر الزمن التي مرت ولا نريد لها أن تمر دون أن توثق، لأنها إن لم توثق فسيكون هناك مجال لغيرنا فندخل في التدوين المضاد وتشويه الحقائق وما في ذلك من عدم الوفاء للفتوة وصاحبها. فيما يخص موسوعة فتوى الدفاع المقدس، فهذه السنة مؤسسة الوافي قدمت نموذجا جديدا وهو الموسوعة المنقحة والمزيدة والمضاف عليها. حقيقة الموسوعة صدرت في أول نسختها 62 مجلد، وهذه السنة إن شاء الله ستصدر ب 80 مجلد بعد أن تم إضافة 18 مجلد آخر إلى هذه الموسوعة لتكون الحصيلة 80 مجلدا إن شاء الله. الموسوعة اللي صدرت عن الفتوى الدفاع الكفائي أيضا كان دور مباشر بها، كان ويعني إنجاز واضح للجمعية ولمركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، يعني قبل الجمعية أيضا كان إلى مساهمات في البدايات الأولى للموسوعة الفصول الأولى، لأنه تناولت مفهوم الكفائي، مفهوم الدفاع الكفائي، مفهوم الفتاوى من وجهة نظر أكاديمية
تخص وانتدبنا واستكتبنا بعض الأساتذة من أهل الاختصاص في هذا المجال. بدءا من العنوان هي الموسوعة الوثائقية لمجزرة سبايكر، الموسوعة بنسختين، النسخة ب24 مجلدا ونسخة أخرى ب18 مجلدا. عمل نسختين، نسخة صريحة بنكية ونسخة أخرى أسميناها المرمزة. أولا هناك كثير من الوثائق رمزت وبعض الوثائق رفعت، فأصبحت عندنا موسوعة ب24 مجلدا ونسخة أخرى ب18 مجلدا. هذه الموسوعة طبعا تبناها المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف. حقيقة كانت هي الأكبر موسوعة على مستوى العصر الحديث، هي موسوعة الدفاع المقدسة. العتبة جمعت من خلال مؤسسة الوافي ومن خلال قسم الشؤون الفكرية وبقية الأقسام المرتبطة بالعتبة، جمعت بطولات الشهداء، وثقت هذه الدماء المباركة، ولم تكتفي عند ذلك بل ذهبت أيضا ووثقت وجمعت أحداث مجزرة سبايكر، هذا الجرح العميق. أن تتصدى في حفظ تراث هذه الأمة، سواء فتواها المباركة من المرجع الأعلى سيد السيستاني أو استجابة العراقيين لهذه الفتوى المباركة، حتى دماءهم التي سالت سواء قبل المعركة وأثناء المعركة، وأنا أعني أنها مجزرة سبايكر. نعتبر هذه الفتوى من شعائر الله، والله دين ظل السيد علي السيستاني، هو الذي كان صمام للعراق، والحمد لله أطلعنا في نتيجة وحفظ ماء العراق بهذه الفتوى المقدسة.